بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. وفي سلسلة حديثنا عن معارك الجيش العربي الأردني في سبيل الدفاع عن أرض فلسطين والقدس في عام 1967، أتحدث عن قصة بطل شهيد، يعني قصة ليست غريبة على أبناء الجيش العربي، ولكنها قصة فيها عبرة عظيمة وكبيرة. فقصة اليوم أتحدث بها عن الشيخ يونس العمري. الشيخ يونس العمري رحمه الله كان فرداً من أفراد دائرة الإفتاء العسكري، ولا يخفى عليكم أن أفراد دائرة الإفتاء العسكري لا يعد بالأصل ليكونوا مقاتلين على سلاح مشاة أو دروع أو غيره، بل هم أئمة واجبهم التعبئة الروحية لأفراد الوحدات العسكرية وتعليمهم شؤون دينهم، وبالتالي هو لا يعتبر مقاتل محترف مدرب على أساليب القتال الميدانية. عندما نشبت حرب 1967 وكانت كتيبة التي إمامها الشيخ يونس العمري لها واجب في مناطق جنين، والشيخ يونس العمري كعسكري إمام يكون في المواقع الخلفية وليس على مواقع القتال، وله واجب معين أثناء عمليات الحربية أو العسكرية، ويعرفه من ناحية رفع المعنويات الروحانيات، من ناحية إقامة الصلوات والمحافظة على الصلوات وفي مثل هذه الشؤون، وأيضا من واجباته تجهيز جثمين الشهداء وإرجاعها إلى الخلف. نشبت الحرب، أفراد الكتيبة كلهم مشتبكون بالحرب مع العدو الصهيوني. الشيخ يونس العمري يجلس في القاعدة الخلفية وقلبه مع الجنود في الأمام، لم يستطع أن يصبر على هذا الأمر، ذهب إلى قائد كتيبته طالبا منه، بل يرجو أن، يا سيدي أنا بدي أنزل للمواقع الأمامية بين الجنود. فقال له قائد الكتيبة: يا شيخ يونس، أنت يعني لا تعرف القتال، ماذا ستفعل إذا ذهبت للخنادق الأمامية؟ قال له: يا سيدي والله ليس لي غاية إلا أن أغبر هذه اللحية في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن فلسطين، خليني أروح أغبر لحيتي وبناول الجنود الذخائر، أناول الجنود الماء، أخدم الجنود في أي طريقة أو وسيلة كانت، أطلق طلقة من مسدس، كل ذلك حتى يغبر لحيته في سبيل الله دفاعا عن فلسطين وعن القدس. فلما رآه قائد الكتيبة قد ألح وأصر على هذا الطلب، قال له: تفضل انزل. فأرسله إلى المواقع الأمامية بين الجنود، فذهب إلى خنادق الأمامية في جنين، قام بالحديث مع الجنود، ذهب إلى مواقع المدافع، تحدث معهم، رفع معنوياتهم، حتى أتى إلى موقع مدفع، قال لهم: يا شباب، يا نشامة، أنا أريد أن أقدم لكم خدمة. قالوا له: يا شيخ شو بدك تسوي؟ قال: شو عملكم؟ قالوا: طب ناولنا ذخائر من الخلف، ذخائر مدفعية ثقيلة، زموا قربنا إياها لجهة المدفع عشان نستمر بعمليات القصف. فبدأ الشيخ يونس العمري بحمل هذه الذخائر وتقريبها إلى أعداد المدفع ليقوموا تلقيم المدافع والرمي. نفذت الذخائر، فأراد بعض الجنود المخصصين لهذه العملية العودة إلى الخلف لجلب ذخائر من الخلف من نقاط تكديس الذخائر، فأصر الشيخ يونس إلا أن يذهب بالسيارة معهم إلى الخلف ليحمل الذخائر بالسيارة. صادق النية، مخلص القلب، قلبه مع المجاهدين والشهداء. فلما عاد بالسيارة إلى الخلف، شاء الله أن تأتي إليه صلية رشاش، فجاءت في رأسه طلقة، فارتقى شهيدا بنفس اللحظة وقد غبر لحيته وعمامته في سبيل الله دفاعا عن فلسطين. يحدثني الجندي محمد نور الجدائي يقول: عندما رأينا الشيخ يونس وقد تسجع الأرض ولحيته تقطر دما
حزننا كثيرا، وكان وجهه مبتسما يخرج منه النور. فقال القائد الموجود في ذلك الموقع، قال: يا محمد نور، احمل جثة الشيخ وأعدها إلى عمان. فأقول محمد نور ويحدثني بذلك، قال: فوضعت مع بعض الجنود جثة الشيخ يونس العمري في ظهر السيارة، وركبت بالسيارة عودة إلى عمان من جنين. قال: فآثرت إلا أجلس بجانبه في الخلف من السيارة، ولظروف الحرب ولصعوبة المرور يعني الأجواء المشحونة الملتهبة من رماية، استهلكت معنا هذه الرحلة من جنين إلى عمان 4 أيام بلياليها. وأقسم بالله أنني 4 أيام وأنا أشم من الشيخ رائحة المسك، رائحة لم أشمها في حياتي، ولم يتغير على الشيخ شيء، وكان جبين الشيخ يقطر عرقا حتى أنني كنت أحسبه على قيد الحياة، فكل شوي أحركه ولحيته تقطر عرقا. ولما عدنا به إلى عمان وتم إعلام أهله، جاءوا واستلموا جثمانه وحملوه ليقبروه في قبره بدير يوسف. فتم قبره في دير يوسف، وما زال قبره شامخا في دير يوسف في منطقة في وسط البلد تسمى دوار الشهداء، وعلى رأسهم الشيخ المجاهد الشهيد الإمام يونس العمري. هؤلاء هم آباؤكم وأجدادكم، وتلك هي تضحياتهم. إلى هنا، وأستودعكم الله.